بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الحمد لله رب العالمين. اليوم تم جميع الإجراءات، الترتيبات الأمنية، الترتيبات في أخذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء الكورونا بمنفذ مساعد البري. تمت الموافقة من قبل الجانب المصري والجانب الليبي بمنفذ مساعد بالموافقة للمسافرين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية. يبدأ من الآن، من هذه اللحظة، اليوم تاريخ 1/9/2020، من هذه اللحظة يبدأ كبار السن سائقي الشاحنات من اليوم أو غدا صباحا يبدأ في السفر إلى 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 جمهورية مصر العربية. أما موضوع الكشوفات يرجع الموضوع إلى ما قبل جائحة كورونا، اللي وفق البلدية الثلاثة، بلدية طبرق، بيرلاشة، بمساعد، الأجهزة الأمنية يتم تسجيل كشوفات وأحضارها إلى رقابة جوازات منفذ مساعد، مكتب رقابة الجوازات بالمنفذ، يتم تسجيلها من بداية من يوم السبت القادم، يتم تسجيلها من الآن من السبت وغادي يتم الموافقة والسفر. هذوم للسن 18 إلى 45، هذوم الموافقة لهم، الحمد لله رب العالمين. أيضا التنبيه على أخذ الإجراءات الاحترازية، يعني المسافر الليبي ما يمشيش إلا بعد كشف البي سي آر، سواء دار في طبرق أو في أي منطقة في البيضة. المهم قبل السفر ب 48 ساعة تكون معاك الورقة أنك نتيجتك سلبية، معاك الورقة أنك درت كشف البي سي آر اللي هو خاص باللجنة الطبية. تحية للجميع، ربنا يسهل الأمور في قادم الأيام إن شاء الله. أهم حاجة منع الازدحام، أخذ الاحتياطات الطبية اللي هي لبس الكمامة، لبس الجوانتيات، هذه من أجل حفاظهم. خفاضا للزحمة، يعني يفضل أن الكشف يندار في مناطقكم أو بلدياتكم، في لجنة طبية موجودة بمساعد وتقدر تغطي، لكن الأفضل هذه. موفقين للجميع. مقدم أحمد الفرجاني، الناطق باسم منفذ مساعد البري، والسلام عليكم وحفظ الله جميعا.